السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا فندي، كيف الحال؟ الحمد لله. عبد الله، معك النقيب عمر، أنا اللي ماسك قضية صاحبك يوسف. تفضل يا عبد. تشرف. قبل ما نسألك أي سؤال يا عبدو، يا ريت تكون صادق وصريحة معي، لأن أي معلومة كويسة بتقولها حتفيدنا وحتفيد صاحبك يوسف. والله يا فندي أنا تحت القانون ولا ما نعلم. يوسف خالد العمري اسمه هو ولا؟ هيك اسمه صح. تقدر تقولي حوشهم وين بالضبط؟ هو يوسف صاحبي الحق، لكن حوشهم وين بالضبط هذه الله أعلم، بحكم نحن ديما كنا نتلاقوا في الشارع ويجيني الحوش ديما ونتلاقوا في الصالة لما كان يمشي يتمرن، لكن حوشهم وين الله أعلم. ديما تتلاقوا مع بعض وتمشوا مع بعض للصالة وصاحبك هلبة وما تعرفش حوشهم وين؟ يوسف صاحبي الحق وزي خوي، وخوي اللي ما جبتهاش يمي، لكن حوشهم بالضبط بالضبط وين يا فندي زي ما قلت لك ما نعرفش، لكن هو تقريبا تقريبا جاء سوق الجمعة، لكن وين الله أعلم. سوق الجمعة باي خالد العمر يبوه، تعرف شكله وين يخدم؟ أي معلومة عليه؟ نعرف شكله، كان ديما يتردد يجينا للصالة لما كان يوسف يتمرن، أما كانش يخدم هذه تقريبا يخدم فرشة، لأن لما كان يجينا للصالة أحواجه ديما ملبزات بالزيت. ما لاحظتش إنها غريبة، يونس ما بينش ولده بين الحياة والموت. حتى أنا مستغرب زيك الحق. بقى يونس مختفي وما نعرفوش وين، ما فيش أي حد من أفراد عائلته شي يسأل عليه؟ ما يا فندي شو بنقول لك، بيني وبينك قرب شوي، تكلم عادل زي نفسي. يوسف ولد الرعاية، تبنينا من دار رعاية، فهذه أكتر حاجة ممكن أعرفها لعائلتي، أخطأ هيكي ما نعرفش. هيكي الموضوع منطقي. بقى الفترة الأخيرة ما عندهاش مشكلة مع أي حد براني، شاري مشكلة مع حد مثلا؟ كنا نقولك يا فندي إن يوسف مسالم مبعد الحدود شوية فيه. مسالم هذه صعبة شوية يا عبدو، صاحبك مضروب برصاصة، وما تنساش إنه هو ملاكم. حتى أنا مش عارف كيف تجي الحق، لكن يوسف يحب الملاكمة كهواية، بس أخطأ من هيك، هو من داخل إنسان طيب وهادي، وهادي شهادة الكل الحق. تمام. أي خدمة تانية يا فندي؟ لا سلامتك. هذا رقمي، خزنة عندك، ولو عندك أي معلومة تبي تقولها لي كلمني في أي وقت. تمام حاضر يا فندي. قبل ما ننسى، الصالة اللي كنتوا تمشوا لها وين مكانها بالضبط؟ ومن المدرب اللي كان يدرب في يوسف؟ اللي كان يدرب في يوسف واحد اسمه عطية، لما كنت امشي مع يوسف الصالة كان هو اللي يدرب فيه. عادل، شوف لنا الصالة هذه مكانها وين بالضبط، وشن قصة عطية هذا. وين مكان الصالة بالضبط؟ تزبط أربع شوارع الهاني. الحمد لله يوسف فاق من الغيبوبة. تكلم رسمي. كلموني الدكاترة مبكر يقول لي افتح حتى عيوني. وشين يتكلم؟ قال حاجة؟ صح، قول الأخبار مليحة يا فندي، لكن مش لدرجة تكلم. رصاصة زي ما تعرف جد في مكان حساس، ويبي شوية وقت باش يتكلم. عندك الحق، طلع من هنا وأنا متفار خير بإذن الله. حتى احنا متفارين خير. اسمع يا عادل، شدد عليها الحراسات، بدل الواحد دير اثنين، ما نبيش أي حد يقرب منها ولا زيارات إلا ما تاخذه بإذني. حاضر يا فندي. أيوه. يا خالي، حول المكالمة على طول. إن شاء الله خير. لواء سعيد، مدير المباحث العام. أيوة، تحياتي سيدي. الجهة الغربية شادها العميد محمد يا سيدي. للأمانة من لما استلم هو من حوالي سنتين ما عاش وصلتنا أي تقارير على الجهة ديك. حاضر سيدي. تحياتي سيدي. شوفي إن شاء الله خير. الباين إن اللواء سعيد أموره مش تمام مع العميد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك فندي؟ الحمد لله تمام. عرفني عبدو. أنا عرفتك. إيه يوسف فاق عندي بيعلم. بلاش ما قلت ليش يا رجل.
شني صاحبك بشدي معي هيك؟ لا مش قصدي، اسف يا فندي. لنخزة كنا فيها كيف نقدر نخش نشوفها؟ ممنوع حد يخش، اوامر جايتني يا فندي. ناف الدنيا هذه ما عنديش الا هو وشوشو بس، اعطيني دقيقتين نشوفه ونطلع روح. لا فندي تمام. حاضر فندي تمام، لحظه نكون عندك. اي تمام، خلي حد يجي يمسك مكاني. تمام فندي حاضر. اي يوسف 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 رد عليك، انت تسمع فيه يوسف يوسف، اعطيني هي اشاره يوسف. يوسف عارف تسمع فيه، حرك حتى صبعك بس. يوسف تحيونا. يوسف يوسف كنت عارفك حتنون، كنت عارفك مش هتخليني بروحي. يوسف الحمد لله الحمد لله يا رب. يوسف لا لا يوسف 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 افتح عيونك خليك معي. يوسف 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 افتح عيونك يوسف خليك معي. يوسف 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 يا دكتور. لا تفضل. طمنا على يوسف العمري، شن صحته؟ خير من أمس، حالته في تحسن. مشكور يا دكتور. شكر لله. صحتين سالة. عفوا لو سمحت، خير حمامكم هيك انتو؟ خير. معقول حمام فيش مية؟ ما يجيش هيك راهو، برا شوفها ولا صلحها. خلاص، معش نجو مرة واحدة، اطلع. تمام، سامحونا بالله يا، معش تتكلم في الغلطة. خير التواليت مش فيه مية بكري وتوضيت فيه؟ آخر مرة خليت فيه مية. بقى تو نمشي نشوفها. خليه، تو نمشي نشوفها، خليه عندي. كان عندك صغار وامك وابوك لما انا حركهم حرك، فاهم ولا لا؟ مش انا هي اللي قالت لي. من هي؟ الزعيم. اسمع، اتصل بها وقول لها العمليه تمت بنجاح، فاهم ولا لا؟ فاهم. وتو نوطيك بوشك من قدام كما لبعتك لها في الظرف.
تمام الحمد لله. شو أخبارك أنت؟ لا مش في الدولة، رجل أعمال معروف. بس غير خليك منا توا، أنا نسلك على يوسف نبي نطمن عليه. علاش خيرة شن فيه؟ غيبوبة؟ علاش؟ من ضربة برصاصة؟ ما من تعارك؟ دعاء دعاء عبدو ما عادش تتصل، تو نكلمك أنا بعدين. بالله لو فاك طمني عليه حتى بالرسالة. هي باي. عبدو نعم يا غالي. تعال هاتيتك. توعدني ما عادش ترجع المواضيع لمصر هذيك. بعد ما شفت حسام مستحيل ما زال نولي. نبي وعد، نبي كلمة رجل. نودك كلمة رجل. كلمة رجل. يوسف. ايوه بدنا نسألك، مين اللي ضربك في ظهرك برصاص؟ وشن صار في يومها بالضبط؟ يا راجل راسي ما عادش فهم. نبي نفهم، نبي نفهم شن صار بالضبط. مش فهم، ما عادش فهمت. ما نعرفش، هو في الحوش و ما نعرفش من ضربه، لكن ما نعرفش من ضربه. اللي محيرني إن ما فيش خبر على وفاة نعمة بكل فص ملح ودار. توب العقل يا عبد، عصابة زي هي تعتبر من أكبر العصابات في ليبيا. بيحيروهم بيحطوا نعمة، تلقاهم يتصرفوا صح زي ما يتصرفوا صح دين. يوسف أعطوني ورقة الخروج نتاعه من المستشفى، لكن عنده مراجعة كل أسبوع. هو وحده؟ أكيد بخليه في المستشفى، مش حنطلع منه. يوسف متهم رئيسي في قضية الدكتور معتز. مش عارف، الموضوع غير صحيح. حس في الوده هو بريء، ما فهمتش علاش. كيف بريء هو كان في موقع الجريمة لما مات الدكتور معتز؟ والولد مضروب برصاصة ليه شهور في غيبوبة في المستشفى. وأول ما ناض من الغيبوبة قال أنا ما قدرت الجداي اللي إحنا ما نعرفوش قصتها وما نعرفوش ولا تو. شني قصدك يكذب ولا شني؟ احتمال كبير إنه يكذب. الولد هذا داس حاجة واضح في عيونه. كيف نتصرف معه تو؟ بما إن ما فيش دليل قاطع، الولد بريء. لكن عندي خطة تخلينا نكسبه بها شوية وقت مع يوسف. واللي هي؟ أبدأ في إجراءات الخروج وتحفظ عليها في أقرب سجن على المستشفى. تمام يا فندي. شني أقرب سجن على المستشفى؟ سجن العفسة. سجن العفسة. حالك يا طيب؟ تمام. ما تخافش، انا انسان مسالم. والله كيف وضعك؟ وضعك شكلك. قصدك عن الضرائب. المهم انا اسمي نبيل، بيقولوا لي دلعوا فيها هنا بلاوي. عاش لسامي يا نبيل. وانت شن اسمك يا طيب؟ انت شن اسمك؟ وين ماشي؟ خارج الحمام. كوني في الحمام. لا يعني كان كوني في الحمام. كوني في الحمام يعني تقعد ساعة ساعتين سنة سنتين وانت تراجع يطلع من الحمام انت ما دا نخش تحول.
فيك يا رجل ها شوية يا عمدة مش فاضي يا رجل نكلم فيك في بنية تبيك البرة نوت شوفها مش فاضي يا رجل الدرس قريب يكمل برا شوف واحد من الولاد يطلع لها ولا شوف يا عبدو البنية هذه راي خطيبتك تبيك البرة اطلع شوفها شنو خطيبتك تبيك يا بنت الكلب اطلع السمتين يطلع اللحية هذه اللي في وجهي شنو مش عجباتك ان شاء الله تبيني زي الازل مزلطة سروي الطيحات والشعر مضفور لا يا مام انسي زمن الحنيه والدلع تم خلاص انا توا اسمي الشيخ عبد الله لا والله وانا شنو ندير توا انت توا بديتي من الماضي يعني تروحي حوشك مسلم بنتي وتمسحي رقمي وتمسحي عبدو من حياتك مره واحده لا يا عبدو انا مش لعبه انت ما تبيني باهي انت ما تبينيش تلوحني شنو ناقصني انا اصلا ناقصك عقل وتربيه بك تحسبني ميت عليك لا يا بابا أنا عشرة يتمنوا عشرة يستنوا عشرة في الحبوس يغنوا كلهم يبوني المهندس والسفير والأمير والغفير قصدك الغفير هداك قدام المدرسة مش علي أنا تعرفي توك ما تسكريش فمك وتروحي والله لمن خلاص كل شيء اللي حبني يا بنادم خليتها لك واسعة وعريضة تلفى إن شاء الله والله كان يشوفك أبو حقافة لما يرتد على الإسلام استغفر الله العظيم شو قصتها الضربة هي؟ قصدي ما قلت ليش حقا شو ندخلك الحبس انت؟ شكلك إنسان نظيف هيك وبش تعمل شكل هادي طلقة بعدها رقدت في المستشفى وجابوني من ضرب الطلقة؟ يا ريت نعرف لا عارفة اللي ضربني الله تسامحه وخلاص ما قلت ليش انت شن دخلك الحبس ما انا يبان عليك طيب ومش بتاع مشاكل قتلت ولد شارع انت تقتل مش راك باير لكن ما غير قصد هو كان شاد مسدس يلعب بيه خديته منه وقلت له قلت شريك نقتلك تو هو قاعد يقول لي راو في رصاصة أنا رصيت على الزناد وجدت في وجهه مش قادر ننسى وجهه كيف جدت فيه وطح عليه مش قادر ننسى ولاد شارع كيف قاعدين يقوموا فيه يقولوا له نوت ولو القوة إلا بالله كل يوم نحاول ننسى اللي صار لكن ما فيش فايدة نبي نرقد لكن ما قدرتش نبي نرقد مرتاح ما قدرتش الله غالب دو قدر الله ما شاء فعل قديش مازال على حكم كنت خليها على رب دو ما تزعلش روحك في الخير رو من غير قصد انت قتل دو ربي يفتحها قدامك وتمشي الأمور إن شاء الله إن شاء الله تصبح على خير يوسف تصبح على خير تصبح على خير شو تدير هنا انت؟ شن حالك يا عبد؟ مالكش علاقة بحالي. انت شن قاعد تدير هنا؟ هذا اصابك حنحكي لك كل شيء. أي حاجة بتقولها لي مش حنصدقها. انت كيف جايتك الجرأة وجاي تدوي معي اصلا؟ اهدى بس. تم اهدى متاعك هيا.
أنا عمك خالد ولا نسيت؟ استغفر الله العظيم. تحسني ما نعرفكش يونس ولا شيء. تمام خالد يونس مش مهم. أنا نبيك تهدى باش نفهمك كل شيء. أنت شن قاعد تدير لبر؟ أنت مفروض مش في الحبس. يا دولة يا شرطة، أصلا في سيارة دولية تخطم منها ديما شوية بس. أهدى شنو تشوف فيه؟ شاد عليك مسدس ولا شنو؟ أهدى. أنت شدت على يوسف وضربت به، شدتش علي أنا. أنا يوسف مستحيل نضربه حتى كف، يا بال بالرصاص. أصلا أنتوا الكيدة بتجروا فيه قراية. يا مجرم يا واطي، حول ولا قوة إلا بالله. رد بالك، رد بالك، جيب اسم ربي على لسانك. أنت ما تعرفاش يا ربي أصلا. أنت مفروض زمردة هي اللي ضرباتها برصاص مش أنا. زمردة هي اللي ضرباتها برصاص وأنا اللي رفعتها المستشفى. مش قادر نصدقك الحق. فكر شوية، علاش بنجيك للحوش ونهدرز معاك؟ لو كان أنا اللي قتلت يوسف ولا مجرم زي ما تقول، علاش بنجيك أصلا؟ مش عارف، ممكن لأنك تحسبني أني أنا صاحب يوسف الوحيد وجاي تبي تقتلني. أنا لو نبي نقول لك مش حنحضر فيك. هريت هريت، كيف أنت إنسان مجرم وواطي ما تسواش ولا قلش. احترم نفسك يا ولد. ما تنساش أنا اللي مربيك لما كنت صغير، وأنا كان ما نحبكش ونعزك زي يوسف. مستحيل نجي ندوي معاك أصلا. شن تبي مني يا أستاذ يونس؟ أنا جايك على خاطر يوسف. خير يا يوسف؟ قالوا رفعوا لي الحبس، ما تعرفش علاش. خش للحبس بجرة لعبكم أنتم وخبتكم. الولد مسكين يحسب روحه بين عائلته اللي توقف معاه في وقت الشدة، عائلته اللي تحميه في برد الدنيا وقسوتها. لقى عائلته نفسها هي اللي رمت عليه الموت، وجاي توا تسأل فيه علاش خش الحبس بعد ما رقد في المستشفى. الله أعلم قداش بيقعد يقضي فيه الحبس. خاطري نعرف حاجة واحدة بس، صحة الوجه اللي عندكم هيا منين جبتوها؟ منين؟ تكلمنيش بلغة الجامعة. الناس هادي بريت دمتي منهم، ولما سمعت يوسف فايق من الغيبوبة جيت نجري. جيتني بنكفر على دمي ونبي نفهم يوسف إنني مستحيل نخليه بروحه، ولو كلفني الموضوع هو حياتي. بعطيني شو المطلوب مني توا؟ نبيك تثق فيه. قوي يا عارف انك انت صعب تصدقني ولا تثق فيه، لكن اني كل اللي يهمني اني نطلع يوسف من الحبس ونطلع من المشاكل اللي حطيتها فيها، لان زمردة والشردي مالي معاها مش حيرتاحوا اني يحطوه تحت الارض. حول ولا قوة الا بالله. نبيك تثق فيه، نبيك تثق فيه، نبيك تقنع يوسف خليني نزوره في الحبس. مستحيل مستحيل يوسف يرضى بالموضوع هذا. عارف هذا علاش انا جيتك، لان ما فيش حد في الدنيا هذه يقدر يقنع يوسف الا انت. تمام يا يونس، انا حنحاول نقنع انك تتلاقى معه، لكن لو حسيت انك تكذب علي لحظه بس يونس، لحظه واحده، مش حنبلغ الشرطه، لا حنمسحك من الوجود. تمام، اعطيك وتأكد ان كل اللي يهمني يوسف مش اكتر. هذا رقمي، اتصل بي لو كان صارت حاجه. عبدو ما تعطيش رقم للشرطه ولا تبلغ علي، لان ما فيش حد يقدر يدير حل يوسف الا انا. قبل ما تفكر انك انت تنتقم مني، فكر في اخوك وصاحبك يوسف. لو تحسبني ماشي مبلغ عليك، مش حسناك تقول لي كلمتين. أنا حندير اللي قلت لي عليه لخاطر يوسف بس، خاطر يوسف وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. قول ولا
وجبكم واللقى. خليك كلب عايش خير من أسد مشلول. اسمع الكلام ده. تحرك من جنب ابوك. تبقى كيف بنداوي يا رجل؟ البوس قال ضروري نفذوا اليومين عمي. ونستنوا الفرصة يكون صاحب روحها يتموا له موضوعها. ما شاء الله. يوسف. شيخ عبد الله. جبت لك معي شوية حاجات تاكلهم خير مما كنت الحابس لهذا. صحيت سنك، كيف الحال؟ الحمد لله يا برادر، ماشي الحال. يا ريت تنقص منها كلمة برادر، كلمة أجنبية وتمشيش مع مجتمعنا المسلم. ومن كان يقول فيها قبل؟ أمي. نقصد يعني يا ريت تبدلها بكلمة ثانية، خوي، أخي، صديقي، هي حاجة تانية أفضل. طورت حالتك يا شيخ. تطورت لشيء. هذا ديننا. وهذه كلمة الحق. ياسر من الصياعة والهبال. خليني شاد صلاتي وخدمة وحوش وجامعة وبس. وشو شو؟ يا ريت ما تعاود اسمها مرة ثانية. نايف في طريق وأنا في طريق. خيرك شن فيه؟ شن صاير؟ كل حرام في حرام. تدريسنا دردشة تلاقى معاه حرام في حرام. وسطانية سطيلة وجوها كل حرام في حرام. الباب الحلال قبلة الحلال اللهم بارك لك النقعد. انت كان فيك يوسف معك كامل كامل. استغفر الله العظيم. خلاص كيف تقولي معي وانت قريب تمشي تقامس بعدها؟ ان شاء الله لها يا رجل. استغفر الله العظيم. خلاص استغفر الله. حول ولا قوة الا بالله. غض البصر يوسف، غض البصر. اسمع انا من بكري سكت لك راه خيرك كي مولي يا عبده. عبد الله يا يوسف مش عبده. يا علينا عاد. نسأل الله ان يهديك. الموضوع ما فيه ان تكلم. خيرك شو فيه؟ خيرك متفنكس يا عبدو. تكلم. استغفر الله العظيم ودايما يعرف كيف نجيبها لك الحق. زيارة بتتم وانت قاعد ما تكلمتش. الموضوع ما فيه ان تلاقيت مع خالد الصبح. من خالد؟ خالد اللي هو ابوك. اللي كان بوك يونس. يونس شو يبي؟ تعرفنا الصبح وحكى لي حاجات وقال لي كلام نوعا ما صدقته. ما بنصدقهاش حتى لو جابوا الكعبه بين ايديهم. عمري ما نصدقهم. حتى انا زيك يا يوسف. حتى انا زيك والله. حتى لو حلفوا لي بالدين ما نصدقهم. لكن يونس قال لي كلام خطير على يوسف. اللي هو ان العصابه قاعده تدور فيك وتبي تقتلك باي طريقه. هو مش واحد منهم العصابه هذه. واحد منهم ولا اللي فهمت منه انه كان هارب منها وانه تو رجع معاهم على خاطرك انت. والله يا عبدو انت علاش تضحك؟ بضحك لان يونس نفسه هو اللي قتلني. يونس نفسه يضرب برصاصه بظهر فيك على روحك. فيك تمت زيارة. مش يونس اللي ضربك برصاص. زمرد
زمردة اللي ضربتك برصاص يوم. زمردة ماتت. زمردة الدلتا بيدي الزرزقة. زمردة قاعدة حية ترزق. وهي حاليا مسؤولة عن المنظمة الفاسدة هذه. هذا كلام يقولوا فيه باش نصدق انا وياك. صدقني انها توا يا يوسف. ركز. ركز وفكر من اللي ساعفك يوم. من اللي رفعك المستشفى.